هرمانو. هلا هلا هلا، عامل جو؟ شوف شوف، حلاق متجول بأخيره. ها بأخيره. احلى ناس، صباح الخير مره اخرى من سانتياغو في شيلي. ماشيين طول البلاصه اسمها ميركادو سنترال، هذا المرشي سنترال متاع العاصمه سانتياغو، اكيد فيه الغله والقسم على الله. يلا بينا. وانت ماشي الميركادو سنترال المرشي المركزي، لازمك تتعدى على الساحه هذه اوبليجي، ساحه بلازا دي ارماس، هذه في قلب العاصمه، تلقى فيها سياح، تلقى فيها الحاكم هام موجودين حكومه. هنا باش نمشوا للميركادو، هنا المحطه نتاع المترو تهبطك، مش بعيد على الميركادو، اما انا مش بعيد الاوتيل نتاعي، جيت كعابي. حلوه المدينه هذه سانتياغو. هذا هو الميركادو سنترال، يلا نعملوا بكم دوره فيه من داخل ان شاء الله. هنا لقينا الغله خويا، عندهم العنب مش عادي هنا، العنب هذا شريت منه كيلو امس، كعبه علاش ما كبرت، والباهي فيه ما فيهش زريعه من داخل. ابي كرموس، عندهم حتى كرموس، هذه اللي جربتها بيبيني ولا شو اسمها، امس بيبين مش عاديه حتى هي. هاي الغله، ثم ريحه كاكاويه وقلوبها. الغله والغلال، الفراز زعما ينبت عندهم الفراز هنا، كل شيء موجود. ايش فندق غله، هو الهندي، الهندي هو الموسم من عندي، الافوكادو كل شيء موجود. اولا اولا رمانو، رمانو اش العنب بالله ما شاء الله. اس دي شيلي فروتا كلها من شيلي، قال لك اولا تودس، تودس دي شيلي، دي شيلي تودس، والله ما شاء الله عليهم، كل شيء يعني ينبت عندهم، العنب، البنان، البرتقال، الافوكادو، الشيلي، الافوكادو، البنان، التفاح، شو اسمه المجاص، حتى حتى الاناناس، بيلا، لابينيا، لابينيا، الغلة والقسم على الله. قلت اسمه برازيل؟ نو دي تونس، تونسيا. كونسيس؟ تونس؟ سي باي، عرف تونس. اوكي هرمانو، باي باي هرمانو، يعني يا اخوي براذر. مرشي منظم شويه تحسها في الوسط، عندكم الساحه هذه وفي كل تركينه هنا يبيعوا في الفراميج وكل شيء، ما غادي باقي هنا غله وخضاره، ما هو شكل المرشي يعني من داخل بعض، خاطر البرة شوفها تاني ثم مرش ما حبيش نصور نصب وكل شيء، خايف يا اخويا من النترة، قالوا لي رد بالك من السرقة. العوينة لكن ثم غلة نبغيها ياسر ما لقيتهاش. يعني هذه يا بابا غريبة، هذه تتاكل بالديسير، هذه ما نعرفهاش، ما اعرفها غلة، لكن ما نعرف ايش. شنو هذا؟ 3000 المرتي، المانجا معروفه، حتى الرمان عندهم، شوف حتى الرمان يبقى موجود، غير الهندي هيك يبيع فيه صبا، ما فهمتش كيفاش برنامج كان لازم نقشر، ناخذ كعبات اما نقدر نقشر فيها هنا ندبر سكينة وقشر وكل شيء. نو اسمع والله، تفاح، تفاح زبيبة، البيض عندهم نوعين، الابيض والاشخب. هنا معروفين بالقطاني على فكرة، الخبز نتاعهم يصنعوا فيه من القطاني، في كل بلاصة تلقى القطاني. ما غادي ثم حتى البطيخ، هذا بطيخ، بطيخ زي بطيخ نحن. فروتة، الفروتة الدلاعة هاو يبيع فيه بالربع كعب. البيتاية هيك اسمها، بيتاية حلوة ياسر، هيك الدلاع موجود، لكن بحكم ماهيش دولة استوائية ما تلقاش فيها كل الغلة اللي نبغيها ياسر، غلة الدراغون البيتاية.
هيكي بابايا قلت لكم بيتا هيكي بابايا واني نحوم على البيتايا عرفتوها اللي تبدا لونها سواء اصفر سواء فيولي خضاره هلا عميق باستيك سيترون يبيعوا سيترون فوقوس نارنخة نارنخة دي شيلي ما عبرنيش ما يحبش يحبش الشهرة ما يحبش الكاميرا شن ايش البصل اللي كاتب ما شاء الله ها انا فهم الشيك خرجت السكين خلاص ها بتقى بالخضرة تقشر بالخضرة هاي نمشي نكملوا رحلتنا حتى الصبار ياكلوا فيه هنا يا لطيف ايش هاي بيع فيه هنا السوق هذا كل شيء تلقاها علوطة بسطات ويبيع في الحاجات المستعملة ايش اشبع سيد هذا هاوي حجم حجام واو ارمانو هلا 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 عم الجو شوف شوف حلاق متجول بياخيره ها بياخيره اعطيه اعطيه لا ما شاء الله عليه عملها في حجامة في الطريق العام الله يكتب تدور في البلاصة هذه تحس روحك كأنك في آسيا عرفتم كل البلدان كما شو اسمها قندهار وكابل البساطة حاجات هيك بسيطة مستعملة بيها فيها للناس دائما رد بالك عشتوشك هنا ايدي دائما في جيبي هنا الاخر ماشي دنيا للغنية والآخرة بالفعاية هذا برغل زعمة يبيع فيه صبر عندكم منين المصبرات الكل الزيتون المخللات نعملوا بكم دورة هنا على الأغلب الشيرة اللي فيها اللحم من البقري كل شيء موجود اللحم مفروم الدجاج المارشي سنترال متاع سانتياغو هذا هنا خبز هاي بيبر خبز شامبينيون الفطر مرة أخرى الغلة الغلة وتمشي تلقاها الغلة بارتو مستغربين أول مرة أشوف واحد يصور بكاميرا هنا كده اللحم والفرماج الجريه هاي موجودة هنا الحلويات شنو عندهم حتى الدقلة زعما لكن اكيد مستورد اما ما شاء الله كبير ياسر السوق هذا مصباح ندور فيه كامل ما كملتش ما صورناش كلها استنى كل وين تجي قدام تلقى نصابي وتلقى حكايات جديدة ايش البساطة البطاطا والخضرة الغلة والغلال فرينة بيعوا فيها هنا صبا نانا هذي مش قريت الفرينة احنا عندنا فرينة فرينة بتاعهم بالقطانية شوفوا فيها الخبز بتاعهم كله قطانية بالذرة هاي سلعة ليبيا سلعة بن قردان وليبيا ايوه شو وصلنا تو للحلويات والبشاكيت والدنيا هلا الدنيا السمحة هذه ايش مخلط تفهمش مره تلقى الغله مره تلقى المصب العاديه مره ايش تفرجوا على السوق نتاع تشيلي وكهو يزي ما حكيت مصباح وانا نحكي روحي زي البوهل خ
خلي نصور لكم واني ساكت خير. هذا هو يغني عامل جو. ناس تخدم على روحها ما شاء الله عليهم ناشطين. استغرون استغرون زي نصبة كما هذه مخلطة لا تفهمها لا ماشي. كل شيء يبيع فيه فارينة على غلة على كذا كل شيء موجود. هو حسب ما فهمت هذا سوق جملة هذا نشوف فيهم كل شيء بالهلبة متصور هذا هو السوق الجملة اللي يشروا منه النصابة والخضارة كل هاي الزرارة شنو ها؟ يبالي كمل الغادي اكيد غادي بيبدأ دبش وحاجات اخرى مانيش ماشي. هذا مرشي الحوت اول ما تدخل تلقى الحوت شوف ما شاء الله الحوت السمك شوفوا ما شاء الله الحوت هذا كل جاي من المحيط الهادي. ها؟ تونس تونسيا تونس كونيسيس تونس؟ سي دي تونس دي تونس نورتي دي افريكا نورتي دي افريكا تونس هابي حوم عليه ما يعرفهاش تونس تونسيا. انا قاعدين نعرفوا تونس في امريكا. البانديرا دي تونس سي تونس تونس تونسيا تحيا تونس. شوف الحوت اللي عنده ما شاء الله كل شيء موجود. ليزا مرش الحوت الكريفات على فكره اسعارها الجمبري هذا بخمسة يعني خمسة اورو 15 دينار كيلو معقول يعني مش غالي ياس. شنو هذا محار اوه هذا ممتاز هذا بابوش هذا ظهر لي السردين رخيص هذا الدنيا غريبة عجيبة شوف بالي شوف عشاق الحوت ما نحومش على الحوت قاعد نحوم على الشيرة اللي فيها الغلة والخضارة دونك خلينا نمشي نحوم عليه. هذا الحوت المفضل عندي السمو السلمون شوف اللون بتاعه الزهري شوف هذا من اعز الحوت شوف ما شاء الله كعبه هذه تشدك شهر. الحوت هذه اسمها الرينيتا المفطحه هذه تحسها كانها شو اسمه الحوت اللي عندنا ناكله فيه الدوراد ها كونغري وين كونغري كونغري مروس اوسترال انا ما نفهمش فيك شو تحكي اما هذه ظاهر فيها ممتازه اذا تمشي تلقاها تذكرني بلوراتا اش هذه لوراتا بتاع المحيط الهادي. حتى هذه ممتازه شوف الشريحة هذه جيبيه اسمها تحسها شحمة هبره لولا 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 كيغانتي اتها ميرا اس لا كابيسا ايس ايتو جامد كبر هيك قالت لي كبيره ياسر هذه اللولا لولا سيلفا لولا رينيتا شوف كل شيء موجود هنا عندك الاعشاب ولا حاجات الاعشاب الطبيه والشمع ها الشمع هذا جماعه المسيح هذا اللي يمشي للروح ايش الصبار على عيد البندورة ايش الطماطم سوي سيد هذا كي عامل جو شوف اين راس يا مامي يا quiero bailando yo cantando capela porque me tengo el micrófono نسمي الزوي زوكا نتارا كان شوفوني معروفين نتارا اسمي شوفوا شوفوا مصبح عاش فهمني يا قصة الزوز الزوز عادي عادي
كرام. اه يو 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 تي كرام قال لي اعمل ضربات باش يصور علي 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 دال توم ما صورنيش برا عادي. What your name? أحمد. أحمد. You meet Arbi. آه. Arbi. Arbi. Arbi Junior. Okay. Yeah. Nice to meet you. Welcome. Welcome. Mucho gusto. Mucho gusto. No, español, hablo inglés. Inglés, un poco español. Yo es ما انا فهمش هيك والله واصل الدرس النهارده ان شاء الله ربي كريم ماشي كويس جيلو سيناوا ربي كريم ارحي الشعب كله اللي اتفرج عليها اكلا يلا بينا امشي خلوهم عاملين جو نمشي كاملوا رحلة. فما بعض المتابعين للصفحة يسكنوا في تشيلي ولا حتى من لوكلز من المحليين بعثوا لي مساجات قالوا لي رد بالك ما دامك في تشيلي رد بالك تصور في الشارع وتليفونك تخرج وتصور مش واحد مش زوز أقل شيء خمسة من الناس يعني فرضية إنه يتخطف لك تليفونك في تشيلي موجودة أنا نسخايل كان البرازيل حاطه في بالي مشي في بالي تشيلي آمنة وكل شيء ف هاي ستر الله